السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى امبارح اتصالا هاتفيا بالفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، وتقدم الرئيس بخالص التعازي والمواساة في وفاة نجل رئيس مجلس السيادة السوداني، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم الأسرة الصبر والسلوان. صحيح، امبارح أيضا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تفقد عدد كبير من المشروعات التنموية والخدمية في مدينة شرم الشيخ. رئيس الوزراء قال أنه بيحرص دائما من خلال الزيارات الميدانية على التعرف على أرض الواقع على معدلات تنفيذ المشروعات اللي بتستهدف رفع كفاءة وتحسين مستوى الخدمات اللي بتقدم للمواطنين هناك. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها اتصال الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، حيث تقدم الرئيس بخالص التعازي والمواساة في وفاة نجل رئيس مجلس السيادة السوداني، داعياً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم الأسرة الصبر والسلوان. وتوجه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الاتصال، معرباً عن تمنياته لمصر بالخير والأمان. امبارح أجرى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء جولة تفقدية لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بمدينة شرم الشيخ. استهل رئيس الوزراء جولته بتفقد مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد اللي بدأ تشغيله تجريبياً، مشيراً إلى أنه يحرص من خلال هذه الزيارات الميدانية لمختلف المحافظات على التعرف على أرض الواقع على معدلات تنفيذ المشروعات اللي بيتم تنفيذها في مختلف القطاعات سعياً لسرعة دخولها الخدمة، بما يسهم في رفع كفاءة وتحسين مستوى الخدمات اللي بيتم تقديمها للمواطنين من خلال هذه المشروعات التنموية والخدمية. وامبارح وعقب انتهاء جولته بمبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، توجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمشروع واحد تجلي للزيوت العطرية والأعشاب بمنطقة رأس كندي بمدينة شرم الشيخ. وانتقل رئيس الوزراء ومرافقه لتفقد اصطفاف أسطول المعدات والسيارات والأجهزة الفنية الخاصة بشركة النظافة زهرة سيناء، حيث تعرف على المهام اللي بتقوم بها الشركة في إطار تطبيق المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات بشرم الشيخ، وذلك بما يحافظ على المكانة العالمية للمدينة وجهود تحويلها لمدينة خضراء ومستدامة. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه بالتزامن مع الجهود المصرية المكثفة للوصول لهدنة إنسانية ووقف إطلاق النار داخل قطاع غزة وتأمين استمرار تدفق حركة المساعدات الإنسانية لمعاونة الأشقاء الفلسطينيين وتلبية مطالبهم الأساسية في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة داخل القطاع، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، كثفت القوات الجوية المصرية طلعتها اليومية بالتعاون مع نظيرتها من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لعشرات الأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة على شمال قطاع غزة، وده بالتزامن مع تنفيذ عدد من الطلعات الجوية اليومية لمواصلة أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على القطاع بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الدول الصديقة والشقيقة المشاركة بالتحالف الدولي، فيما تستمر حركة المساعدات عبر معبر رفح للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعث برقية تهنئة لقداسة البابا توادرس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية بمناسبة عيد القيامة المجيد لعام 2024. كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لقداسة البابا توادرس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية بهذه المناسبة. Thank you.